البروتوكول تاع جهه القبلي اسم فوج دوز اسم بقيه الافواج اللي حاضره معنا هنا. من الافواج اللي حاضره معنا هنا فوج ابراهيم شوشان فواض، فوج الجرسي، شكون فوج اخر ما نعرفش، فوج المنصور، فوج الان قوات الامن الداخلي. من الزواج قائد عمر دي فضل، مرحبا بكم الكل. هذوما كلهم يا سيدي يرحبوا وتحت الطلب دائما ودائما في الاعمال اللوجستي، اي حاجه تطلبوها اي حاجه تكون حاضرين احنا نرحبوا بكم. وان شاء الله انا تعدوا اقامه عندنا سمح ياسر الطقس زهركم جاكم طقس سمح ياسر ياسر ان شاء الله حتى بقيه النشاط يكون نجاح فيه التعارف اهو حاجه. وان شاء الله احنا كقاده كجهه قبل نكونوا في المستوى وان شاء الله نفرحوا بكم اكثر ما تصور فيكم في رد بالكم. احنا رانا اهل كرم اوجه دوز حتى تركب التاكسي يقول لك وين ماشي يا غالي. ان شاء الله تكونوا سفراء نعطيها لكم هناك. كقائد فوج ابراهيم شوشان قائد مشارك في عشيرة أم سلمة، هذه العشيرة التي شرفتنا كنا في حيرة كيف لفتيات تربينا في الكشافة كزهرات ثم كشافات ثم موجدات ثم بلغنا إلى سن القائدات كيف سنتواصل معهن، إلى أن وجدنا قائدة أنس هي قائدة موسى التي يعني تحملت مسؤولية قيادة عشيرة أم سلمة للدليلات، وكنا كمثال رائع للكشافة وكصورة رائعة في العطاء والجد والعمل. وأظن كنا جميعا في عشيرتكن يعني تجدنا أو تعطينا هذا العطاء وهذا البذل وهذا الصورة المنظمة. أنا منذ مدة آليت على نفسي ألا أبكي فقيد الجهة، ولكن اليوم وجدتني مضطرا إلى أن أذرب دمعا حينما التقيت بالقائد نوال وحدثتني عن القائد إبراهيم وكيف كان لها سندا في محنتها وكيف كان سبب نهضتها من كبوتها. أدام الله لها الصحة ومن الله عليه بالجنة وألحقنا به في عليين إن شاء الله. جمع قائد جهة قبلي. الملتقى هذا ملتقى الدليلات للجنوب الشرقي إقليمي، فيه من تطاويين من مدنين من قابس من صفاقس من قفصة من قبلي. الملتقى هذا يتوي عد حوالي 50 دليلة مشاركة، الدليلات هو من سن من 17 حتى 23. هذا يبدأ هو اليوم هو اليوم من 1 فيفري حتى 3 فيفري إن شاء الله يوم الاثنين يغادروا. قائد نويل الحمديني قائد ملتقى الإقليمي للدليلات، واللي هو الشعار نتاعو لي دون دي روتيغ، و أيام 1، 2، و3 فيفري بمركز الاستياف والتخييم بدوز. وبون الموضوع أو الفكرة العامة نتاع الملتقى هو
دليلة وانخراطها في حياة الغاب. دوز جميلة، جميل اسمها وجميل روحها وجميل طيبة قلوب أهلها. الحق أنا كنت من أمس الصبيح هوني ما لقيت كين الدعم، كسوا من القادة كسوا من القايدات، الإطار متاع مركز تخييم، الناس الكل، الإحاطة كانت المندوب رئيس البلدية المعتمد وحتى ديجا المساعدة متاع رئيس البلدية كانت بحضينا في الافتتاح. اليوم عندنا مخيم في أعلى مستوى يحتضن هذه الملتقيات، كيفاش يتم هذايا وعندكم استعداد لتطوير هذا المركز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على متابعتكم الإعلامية الدائمة للأنشطة الشبابية والرياضية، وهذا نشاط شبابي بامتياز، نشاط الكشافة التونسية، المنظمة العريقة اللي تضم في صفوفها معناها خيرة أبناء الجهة، نعرفهم باللي أبداهم من قائد عمر البجنبي، أبداهم من قائد جمعة، من قادة الأفواج الكل، من المرحوم قائد إبراهيم شوشان، من المرحوم القائد المنجح حمادي، القائد لطفي، قائد الجهة السابق، هذوما الناس كلهم خدموا الجهة وخدموا القطاع، اللي نسيتهم سامحوني خاطر هم العائلة الكشفية. نذكر قائد عبد الحميد درمولي كل كشافة، ناس خدمة الجهة وخدمة قطاع الكشافة بكل إخلاص وبكل ود. اليوم نستقبلوا أفواج كشفية من جهات، الخاصية هي أن وجود الفتاة في جهتنا يعطينا هذا اختيارهم المدينة دوس واختيارهم للمركز تخييم الصيف فيه دلالات عديدة، فيه أنهم بنات ونعرفوا احنا محافظين ويعرفوا أنهم الجهة هذه فيها ثقة أن إنسان يبعث بنته باش تخيم في مخيم يعرف اللي هي في أمن وأمان بحذا أهلها وموالها وناسها. نعرف أنا ولايتك باللي كل هي ولاية معناها تستقبل الضيف، وخاصة مدينة دوز تفرح بدوز، وخاصة مدينة دوز اللي عندها تقاليد كبيرة في استقبال الضيوف من الداخل ومن الخارج. اليوم كنا الناس كلنا معناها بحضور سيدة نائبة رئيس بلدية دوز مشكورة سيدة سلوى شيباني اللي هي الدعم في الأنشطة الشبابية والدعم في الأنشطة الرياضية بحضورها الدائم بتذليلها للصعاب، كانت تنظم معناها هي مع الرياضة النسائية مع الأنشطة النسائية بامتياز. نشكرها على الحضور، حضوري يعني هذا واجبي لأني أنا الأنشطة الكشفية والأنشطة الشبابية تعرفنا ديما نتبعوا فيها والأنشطة الرياضية نشجعوهم، هذا دفع في كل المواعيد وهذه تحية. مشكورين لا مشكورين، هذا واجب نقدموه على الأقل الكلمة طيبة، نوفروا لهم الإمكانيات كلنا اللي تنجم يتعدوا في المخيم نتاعهم في بشكل ممتاز جدا وفي إطار معناها مساعدة ومساهمة الدولة في التنقيس في معناها هذه الانبعاث الحراري وفي التنقيس في استهلاك الطاقة الأحفورية اللي هي البترول. إن شاء الله مش يقع فما برنامج معناها إن شاء الله يبدو الدراسة نتاع في 2021 هو تجهيز المخيم كامل بطاقة شمسية، نولوا نعتمدوا على طاقة شمسية في الإضاءة في الإنارة في الماء في كل شيء. إن شاء الله يكون المشروع هذا يتم إلى جانب عديد المشاريع. نعطيك أنا تو مشروع رياضي إن شاء الله يرى النور عن قريب. اليوم معناها وصلتني أمس وصلتني من السيد رئيس البلدية تخصيص بقعة أرض تقريبا تمسح 3500 متر مربع لإنجاز قاعة متعددة الخصائص بدوس. يعني بدينا نفردوا بالخبر أول خبر باهي. إن شاء الله باش تنطلق دراسات في معناها بعد في مارس تنطلق دراسات لإنجاز القاعة هذه. القاعة هذه تقريبا باش تكلف 2.5 مليون دينار، معناها زوز مليار دوات ونصف. إن شاء الله تكون حتى هي دافع للبنية التحتية الرياضية والشبابية باش تكون لنا تنشطحنا الثقافية. إن شاء الله تكون هي معناها حاجة اللي كانت ناقصة مدينة دوز، إن شاء الله هنا أضفناها بمجهودات مشكورين بلدية دوز لمكنونا من قطعة الأرض ذي. مرحبا بكم، رحبوا بضيوف دوز، رحبوا بنشاط الكشافة. هذا ما الكشافة دي ما نشاط متواصل اللي عادناه خاصة في دوز وفي ولاية قبلي. وبالمناسبة نشكر قائد الجهة على متابعته وجهوده
من أجل نجاح الملتقى، ملتقى دليلات مش غريب على تونس العنصر النسوي ودورهم في القيادة والريادة. ما عندنا كان نشدوا على يديهم ونعاونوهم ونرحبوا بهم، ومتأكد أن فالفضاء هذايا وسيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة والسلطة المحلية والسيد على رأسهم السيد الولي، احنا نتابعوا في الملتقى هذا وان شاء الله ينجح بطبيعته، وبطبيعته نجح كشافوا ونحطوا يديهم ناجحين، راهو ناجحين راهو مش مجامل عليهم راهو ناجحين. خويا عمر يعطيك الصحة، وفيت وكفيت. الهدف من وراء هذا الملتقى الإقليمي اللي احنا فرحانين به برشا على مستوى الكشافة، اللي معناتها ديما نفتقروا للقاءات أو الملتقيات الفتيات، خاصة أقسام الفتيات اللي هو معناتها الجهة ديما نقولوا احنا مازلنا متحذرين من ملتقيات الفتيات، والحمد لله ان شاء الله الفتيات من حسن الى احسن. وهذا ملتقى يشرف جهة قبلي عموما، وهذا ملتقى اقليمي وهو جهات كل الجنوب الشرقي والجنوب الغربي. ساعة فرحانين باتحاد المندوبيتين معناتها للشمال الشرقي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي، لقسم الفتيات اللي هم اعمارهم هم نسموه احنا في ترتيب هو قسم الدليلات، هما قسم الدليلات الأعمارهم تتراوح بين 17 و 23 سنة. الملتقى فني بحت، معناته فني بحت يعني شنو نقصده؟ هو خصوصيات الكشافة، هو الفنيات نصب الخيام، كيف أنا نسينا بدينا كل نحوموا على الكونفور ونسكنوا في الغرف المغلقة، ولا اليوم احنا حبينا نرجعوا على الطبيعة بالضبط. هي قائدة القسم مشكورة، قائدة الملتقى اللي هي حبت يكون فني واختارت الصحراء، اختارت الصحراء. هي فكرت في التخييم، فكرت في الجانب الفني، لكن ما ارتأت إلا أنه هو يقام في الصحراء. الصحراء خيام، الصحراء هي ديجا أنتم شفتوا اللوجو أو ما نعرفش بالعربيه شنو نقولوا احنا، الشعار الملتقى هو يجمع ما بين الصحراء بكل ما احتوته الصحراء من رمالها من خيامها من غزلانها من معناتها من كل ما احتوت الصحراء من نباتات ومن جمال طبيعي اللي معناها من مختلف انحاء العالم قاعده الناس تزور في طبعا وجهه ناس تصرف عليها بالدولار وبالورو بالعمله الصعبه، واحنا معناتها من الناس اللي نتمتعوا بها وهي قريبه منا ومش قاعدين معناتها نستغلوها. والحمد لله اليوم فرحانين اللي شفنا الفرحه في وجوه الناس والزوار اللي جايين، هم معناتها يشوف فيهم معناها قديش ادخلت عليهم البهجه، فما بالك نحن الذين نعيشوا هذه البهجه على طوال معنا على طول الزمن. والحمد لله نعمه من فضل الله، وشكرا خويا عمر. قايده انس بن ابراهيم، مفوضه قسم الدليلات بقبلي، قايده في فوج المرحوم ابراهيم شوشين بالفوار. عايشك باهي. بالنسبة للي كنت تحكي فيه أنت تو اللي هو مساهمة المرأة أو في المجتمع بصفة عامة أو في الكشافة بصفة خاصة، للأسف الشديد المنطقة متاعنا ما زالت ما تقبلتش اللي الطفلة تنجم تخرج، تنجم تبات البرة، تنجم تشارك، تنجم تقدم. في مخنا ما زالت الطفلة محصورة ما بين الكوجينة والليسي، هذا كانوا ما زال معناها شكون يخليها يقرأ. باهي. أني إلى يومنا هذا قاعدة ما نوصل نخرج الملتقى وإلا نهزهم المخيم صيفي، رانا نمشوا لبنزرت، نمشوا النابل، نمشوا نعدوا بالعشرين يوم. بالنسبة لي أني راهو إنجاز إني نوصل نقنع هاك الأولياء باللي راهو بناتكم في الحفظ والصون، راهي المنظمة الكشفية أصلا تنظفهم حتى من الحاجات اللي نجموا يتعرضوا لها في المجتمع البرة، راهم ينجموا. مثال عندي تو اكتشفت أني مواهب، يعني الكشافة وقاية لكل طفلة، الجانب وقاية من البنات إن تحصنها. أول حاجة تبني ثقة بروحها، أول حاجة تبني ثقة بروحها، تصنع شخصية مستقلة. كما قلت لك أني تو اكتشفت في العشيرة متاعي مواهب، عندي بنات مواهب في الرسم، في الشعر، في المسرح، يكتبوا مسرحيات اللي هم لو كان يبقوا هكاكا 50 عام ما يكتشفهم حد خارج إطار الكشافة. لذا أصر وألح على أهمية هذه المنظمة في نحت وصق المواهب الشابة، بالأخص للبنات اللي هم مقموعين في جهتنا للأسف إلى يومنا هذا.
الجانب هذا فكرت أنكم تعملوا ملتقى اليوم إقليمي، ولكن ما فكرتوش تعملوا ملتقى على مستوى الجهة في ولاية قبيلي، على مستوى جهة قبيلي، أن يكون مشاركات من بنات الفوار، من فوج الفوار، ومن فوج دوز، والأفواج كل موجودة بولاية قبيلي، فوج سوق لحد وغيرهم كل، فمش إمكانية أن نشوفهم حتى تعطيهم فرصة أن بعد للمصيف يكونوا موجودين. واضح. مبدئيا أني كما قلت لك في المرحلة العمرية من 17 عام ل 23 عام، هذه المرحلة اللي تهمني أنا. باهي تو فما بنات تشارك في ملتقيات وفي مخيمات مرشدات وزهرات اللي هم أصغر عمر، هذوكم أني ما مانيش مسؤولة عليهم. معناه أني ما زلت كيف شديت القسم هذايا مفوضة، عندي عامين تو كي شديت المفوضية، بديت نركز في العشيرة متاعي اللي هي العشيرة، عشيرة أم سلمة بالفوار، هذوكم البنات اللي ركزت إني نبدأ بيهم. وحاليا داخلة في برنامج عشيرة جهوية. إيش معناها عشيرة جهوية؟ معناها في كل فوج في الولاية إني نأسس عشيرة أخرى باش نجم نلمدهم ونعمل بيهم ملتقى في الجهة. في الجهة حاليا فما عشيرة واحدة للأسف، خاطر كيما تشوف البنات في العمر هذايا كي يكبروا شوي سي ينقطعوا. شنو يعني؟ أنا معك الكشاف نعرف كل توصل. أنت تعرف، أنت تعرف طبعا. لكن وصلوا العمر 18 سنة تنقطع. هكا علاش بديت ببنات، بديت ببنات الفوار، وإن شاء الله باش نعمل عشيرة جهوية تتعمم الفكرة، إن شاء الله نغيروا المنتاليتي باللي نجم، إن شاء الله باش نجم نعمل ملتقى جهوي. بالمناسبة إحنا قاعدين نعملوا في مخيمات أخرى، ما ممكن الإعلام ماهوش قاعد يسمع بها، نعمل في مخيمات عشائر احني وعشيرة الصحراوية بالفوار. هذه عشيرة جوالة حكمة فماش دليلات، قاعدين نخرج احني والجوالة اللي في الفوج، وقاعدين ننشطوا ونعملوا في كما تعرف احني النشاط متاعنا ينصب في خدمة المجتمعية اللي هي خدمة المجتمع. قاعدين نعملوا في حملات تبرع في رمضان، عملنا في العيد في وقتها تقي هذاك الله يرحمه. البنات اللي معايا تو هم اللي بدوا يلوجوا على بوادر كما هيك، عائلة ما عندهاش يا قايدة نعملوا حملة نلمدوا لهم، عائلة ما عندهمش كبش العيد هم اللي نبهوني. نتصوروا كان هم جو على كل المستويات طبعا، يعني كان جو خارج إطار الكشافة اجتماع. ما يعني همش أي بدوا هم اللي يسعوا للبوادر الاجتماعية هذية. فما حملة ضد السرطان، حملة توعوية ضد السيدة، حملة توعوية ضد التحرش الجنسي، حملة معناها هم اللي يطرحوا في مواضيع هذا يبرز لنا الدور نتاع المرأة، وقديش كي تعطيها الفرصة راهي تنجم تعطي وتنجم تكون بها الحاجات أنت ما تنجمش معناها تتصورها ولا تعطيها انتباهك. بمسك ختام في نار المخيم باش نكونوا موجودين معاهم في سهراتهم، واكيد في عده انشطه باش نغطوهم. ام دوز معاكم دائما في كل حدث وفي للحديث باقي عمر عبد الرحيم، حييكم وقول لكم الى اللقاء، الى اللقاء مركز التربصات والتخيم دوز.